أولى فقراتنا سلمى رح تكون عن الفقرة الطبية يلي طبعاً كتير من الأسئلة وردتنا عبر صفحتنا على الفيسبوك. الماء المية البيضاء مثل ما متعارف عليها، شو أسبابها؟ شو هي الأعمار يلي أكثر إصابة وأكثر عرضة للإصابة فيها؟ شو مدى خطورتها وشو طرق العلاج؟ طبعاً كل هاي الأسئلة والاستفسارات حيجاوبنا عنها بالتفصيل الدكتور باسل فاعوري اختصاص طب العيون. يسعد لي صباحك دكتور، أهلا وسهلا. صباح النور. يسعد صباحك دكتور، اهلا وسهلا فيك. يا صباح نوري. خلينا نبلش مشاهدينا. تسلم. خلينا نبلش مع حضرتك بدايه بالمي البيضاء، هذا المصطلح الشائع، شو سبب اطلاق هي التسميه اولا وشو التفسير العلمي لها؟ الحقيقه المي البيضاء هو المرض يلي بيصيب بلوره العين. العين بداخلها في بلوره او جسم البلوري اللي مسؤوله عن تجميع الاشعه الضوئيه لتتفوكس بشبكيه العين بمنطقه اللدخه الصفراء. هاي البلورة عادة شفافة، لكن مع التقدم بالعمر تفقد شفافيتها وبتتحول من اللون الأبيض تدريجيا لتوصل بالمراحل النهائية للون الأبيض. فقديما طبعا ما كانوا يقدروا يشوفوا المراحل المبكرة من الماء الأبيض أو اللي اسمه هو كاتراكت أو الساد باللغة العربية الفصحى، ما كانوا ينتبهوا له إلا ما يوصل المرحلة النهائية من المرض. لما بيوصل المرحلة النهائية من المرض بتصير الحدقة تبع العين لونها أبيض بدل لون أسود، فنحن بنسميه البؤبؤ يعني. فلما يصير باللون الأبيض بكون المريض وصل للمراحل النهائية من المرض، فسموه الماء الأبيض لأنه ظهر بهالمرحلة المتأخرة. لكن حاليا نادرا ما بقى يوصل المريض لهالمرحلة المتقدمة جدا من المرض، لأنه بفضل يعني تطور الطب والفحوصات الدورية اللي عم يعملوها المرضى صرنا عم نكتشف المرض بمراحل مبكرة أكثر، لكن نفس التسمية ظلت تطلق عليه الماء الأبيض. طبعا الماء الأبيض كتسمية عامية، لكن باللغة الطبية العربية الفصحى اسمه الساد لأنه بسد الرؤية على المريض، باللغة اللاتينية اسمه الكاتاراكت. دكتور حكينا عن الاكتشاف المبكر لهذا المرض وسرعة علاجه في حال الاكتشاف المبكر، شو هي الأعراض يلي ممكن يشعر فيها المريض والتغييرات إن كان بالرؤية أو حتى بالعين، الدافع اللي بيخليه يتوجه للطبيب للكشف؟ الحقيقة الماء الأبيض مرض المريض بيشتكي منه بدون ما يضطر أحياناً يروح على الدكتور يفحص. بمعنى آخر في أمراض صامتة ما بتنكشف إلا بالفحص عند الطبيب، وفي أمراض المريض فعلا بتظهر الأعراض عنده بيروح لعند الطبيب. الماء الأبيض فورا المريض بحس أنه الرؤية عم تتراجع عنده، يعني ما عاد شاف مثل قبل، الأشياء عم تتضبب صورتها قدامه، بالليل ما عم بيقدر بيسوق، الأضوية عم تتشعع كتير قدامه، بالقراءة الرؤية ما عادت مثل ما كان متعود عليها. هون المريض بروح لعند الدكتور، يا دكتور أنا إلي كم شهر عم حس أنه نظري عم يتراجع بهي العين أو بالعينتين مع بعض. بالفحص طبعا بيتأكد التشخيص بسهولة من خلال المصباح الشقي اللي موجود بكل عيادات أطباء العيون، وما بيحتاج عادة كتير يعني فحوصات أو استقصاءات يعني أشعة أو غير أشعة، فورا بيتشخص المريض، يعني تشخيصه سهل نوعا ما. فبالدرجة الأولى المريض رح يشتكي من تراجع بالرؤية. أعراض تانية عادة ما في، يعني ما في قصة ألم بالعين أو تقل بالعين أو احمرار بالعين، هي مو من أعراض الماء الأبيض أو الكاتاراكت. بتكون هي أعراض مرافقة لأمراض تانية. الماء الأبيض العرض الرئيسي له تراجع تدريجي بالرؤية. طيب إذا دخلنا شوي بتفاصيل أعمار الأكثر عودة أنه هي تنصاب، ويمكن في بعض الناس اللي عندهم أمراض مثل مرض السكري أو غيره بيكون كمان بيسبب لهم عوامل خطورة ممكن ينصابوا أبكر من غيرهم بهالمرض. صحيح. الماء المار الأبيض يقسم لقسمين أو ثلاثة. القسم الرئيسي والأكبر والأشياء اللي بنسميه الايج ريليتد أو المتعلق بالعمر، هذا حيصيب كل الناس بوقت من الأوقات مع التقدم بالعمر، يعني بعد عمر الأربعين بالخمسين أو بالستين أو بالسبعين حيتشكل الماء الأبيض عند كل الناس، لكن في ناس بتشكل عندها بعمر مبكر أكثر نوعا ما، يعني ممكن بالخمسين، في ناس يصير عمرهم 70 سنة لحتى يظهر عنده الماء الأبيض، بيختلف حسب طبيعة الجسم بين مريض ومريض. هذا اسمه المتعلق بالعمر، هذا ما هو مرافق لأي أعراض تانية. هلأ في أمراض تانية للماء الأبيض مترافقة مع أمراض جهازية تانية مثل ما ذكرتي حضرتك فعلا، مثل السكري. مرضى السكري بيظهر عندهم الماء الأبيض أسرع من غيرهم. في بعض المرضى اللي بيتناولوا بعض الأدوية لأمراض مزمنة مثل مرضى الربو مثلا بياخذوا كورتيزون كتير، فبصيبهم الماء الأبيض بأعمار مبكرة أيضا. هاي بنسميها
الزرق الساد الثانوي أو الماء الأبيض المتعلق بأمراض أخرى أو بأدوية أخرى. أحياناً بينجم الماء الأبيض عن ردود مباشرة للعين، يعني شخص أكل ضربة على عينه ممكن هاي الضربة تسبب له ماء أبيض. أحياناً بيعمل عملية على العين وك يعني عقابيل لهي العمل الجراحي بتشكل عنده الماء الأبيض، يعني مثلاً المرضى اللي بيعملوا عمليات للشبكية ممكن يصير في عندهم ماء أبيض. هدول كلهم نسميهم ثانوي أو متعلق بأمراض أخرى. النوع الثالث هذا نادر، هو الخلقي، يعني بيخلق الطفل في عنده ماء أبيض. هذا من الأمراض النادرة لكن بنشوفه أحياناً عند الأطفال، أنه أول ما بيخلق الولد بيكون في عنده ماء أبيض. فهي الأقسام الثلاثة الرئيسية. نعم دكتور، خلينا نحكي عن العلاج، كيف بيكون العلاج وهل في درجات معينة ممكن أو كل الدرجات تعتاد عمليات داخل المشافي أو في بعض الأنواع أو بعض المستويات اللي ممكن حلها بالأدوية، كيف بيكون العلاج؟ العلاج بالنسبة للماء الأبيض صار يعتبر علاج سهل. نعم. من خلال عملية جراحية بتعتمد على إجراء جرح كتير صغير بالعين، ما بيحتاج حتى خياطة بعد العمل الجراحي. بندخل بنستحلب البلورة بجهاز اسمه الفاكو، بمعنى نستخرج كل محتويات البلورة اللي صار فيها عتامة وما عادت شفافة، وبنزرع عدسة صناعية مكان هالبلورة اللي شلناها لتعوض الرؤية للمريض. هاي العملية صارت الحمد لله تجرى بسرعة، يعني خلال ربع ساعة أو نص ساعة بالكتير، والمريض بيتعافى بسرعة، يعني بيدخل على المشفى بنفس اليوم وبيتخرج بنفس اليوم. يعني حتى بنقدر نعملها تخدير موضعي أو تخدير عام. فهذا العلاج الرئيسي لهذا المرض. نحن بنقول المريض هو اللي بيحدد إذا صار بده يعمل عملية أو لا. نعم. كيف؟ لما بحس المريض أنه الرؤية تراجعت لعنده بطريقة ما عاد قادر يقوم بنشاطاته اليومية، معناته صار لازم يعمل العملية. سابقاً كنا نستنى على الماء الأبيض لينضج، نقول روح لتستوي الماء البيضة بنعمل لك العملية، لأنه حقيقة التقنيات الجراحية قبل كانت مختلفة عن التقنيات الجراحية الحالية. قبل كنا نضطر نعمل عمل جراحي كامل ونفتح العين بجرح كبير 6 ميلي أو 7 ميلي ونحط قطب بالخياطة، فكان الموضوع أصعب شوي. فما نعمل العملية لما تكون درجات الماء البيضة خفيفة، نستنى ليصير في عنا نضج بالماء الأبيض بنسميه، يعني تراجعت كثير الرؤية عنده للمريض لحتى نعمله العملية. أما حالياً بفضل مثل ما قلنا التقنيات الحديثة بالجراحة، صرنا بنقدر نعمل العملية حتى بمراحل أبكر، لكن مو أي مرحلة، يعني إذا خفيفة كثير ما أنا مأسرع الرؤية والمريض عم بيعيش حياته بشكل طبيعي، نقدر نقول له فيك تطول بالك على العملية. لكن مريض يعني صار عم بيتأثر من هي المي البيضة، ما عم بيقدر يسوق سيارته، ما عم بيقدر يشوف عن بعد، ما عم بيقدر يقرأ، هون بنقول له اوكي حتى لو المي البيضة متوسطة الشدة بنقدر نعمل لك اياها ونخلصك من هالمعاناة اللي انت عم تعانيها بالنسبة للرؤية. فعادة نحن مثل ما قلنا بنعتمد على حاجة المريض للرؤية ومدى تأثير المي البيضة عليه للرؤية. العلاجات الأخرى حقيقة ما في علاج تاني لحتى نتخلص من المي البيضة أو نوقفها عند حدها. يعني نطرح بفترة من الفترات أنه في بعض أنواع القطرات ممكن تأخر المي البيضة أو تسبب تراجعها، يعني أو أنه يتخلص المريض منها، لكن عمليا ما في هيك شيء، يعني ما عم نحصل على نتائج من هذا الموضوع. لا زال الحل الجراحي هو الحل الأمثل والأكثر استخداما على مستوى العالم. طيب دكتور، خلينا نحكي، هل من الممكن أنه هي ترجع يعني تنكس؟ هل هي من الحالات اللي ممكن يتعرض المريض بعد ما يعمل عملية للانتكاس أو لا؟ لا هي ما بتنتكس، لأنه نحن أساساً بلورة شلناها كلها، فما ضل عنا بلورة لحتى يرجع عليها المرض مرة تانية. إنما اللي بصير أحياناً نحن البلورة لها محفظة خارجية والنواة ضمن المحفظة. نحن لما بنعمل العملية بنشيل القسم الأمامي من المحفظة وبنشيل محتويات المحفظة اللي هي النواة، ومنخلي فقط المحفظة الخلفية. بنخلي المحفظة الخلفية لحتى نحط عليها العدسة الصناعية، يعني بدها تمسك العدسة الصناعية. هاي المحفظة الخلفية قد يحدث فيها تكسف، احنا باللغة البسيطة بنقول المريض صار عليها تكلس. هذا التكلس ممكن يحس المريض بعد فترة من العمل الجراحي انه رجع نظره تراجع، فهون هذا التكلس بننظفه بالليزر. نعمل شيء اسمه ياج ليزر لحتى ننظف هاي الكثافات اللي تشكلت على المحفظة الخلفية. البعض قد يفهم انه الموضوع انتكاس، انه رجعت المي البيضة مرة تانية، لا هي المي البيضة ما رجعت، انما نحن المحفظة اللي كانت شفافة والعدسة مستندة عليها صار فيها تليفات او تكسفات خففت الرؤية عند المريض
هي منعالجها بإجراء بسيط جداً مانو جراحي من خلال ضربات بالليزر بجهاز اسمه الياج ليزر خلال أقل من دقيقة، وبيرجع المريض بيستعيد نظره بعده. كمان دكتور بنسمع انه المي البيضاء انتقلت من عين لعين، هلا شو مدى صحة هذا الشيء؟ ما بعرف، بس انه احيانا بيكون المريض بيعازة عملية لعين واحدة، بعد فترة بيعتاز العين الثانية، هل المادة البيضاء هي موجودة من الأساس وتفاقمت المشكلة، أو فعلا بيصير هذا الشيء؟ هي ما انتقلت من عين لعين، العينتين انصابوا تمام، لكن ممكن عين تسبق عين بالإصابة، ممكن ينصابوا مع بعض بنفس التواتر الزمني يعني. وفينا نعمل العملية بنفس الوقت دكتور للعينتين؟ لا، يفضل يعني بالأنظمة الطبية بالعالم ما منفضل نعمل عمل جراحي بنفس الوقت للعينتين إذا كان داخل العين. يعني نحن بدنا نفتح العين وندخل أجهزتنا لداخل العين، مثل عمليات زرع القرنية، مثل عمليات الشبكية، مثل عمليات المي البيضاء، مثل عمليات الجلوكوما أو المي الزرقاء، ما منفضل نعمل العملية للعينتين بنفس الوقت، تجنباً لا سمح الله من حالة خاصة ونادرة اسمها التهاب باطن العين. التهاب الباطن العين مرض خطير، يعني ممكن يروح العين بالمرة. فإذا كان في احتمال ولو واحد بالمليون أنه تنصاب إحدى العينتين، غير على أنه تنصاب العينتين مع بعض. صح. فلذلك من الأخلاقيات الطبية أنه ما نجري العملية للعينتين مع بعض إلا بظروف استثنائية وخاصة جدا جدا جدا، وهون تحت موافقة المريض، لازم يكون هو عارفان أنه هو موافق على أنه يعملها بالعينتين. لكن القاعدة العامة لا، نحن بنعمل أول عين، بعد فترة بنعمل العين الثاني، ممكن بعد أسبوع أو أسبوعين نعمل العين الثاني لما العين الأولى تصح، لكن مع بعضهم يفضل أنه ما يجرى هذا العمل الجراحي. في عمليات بنجريها على العينتين بس هي بنسميها خارج العين extra ocular، مثل عمليات تصحيح البصر أو الليزك، لأنه هون نحن ما بندخل لداخل العين، بنطبق ليزر على سطح العين الخارجي، فالخطر الإنتاني ما هو موجود. بعض عمليات الحول لما نصلح العضلات، نصلح عضلة من العين اليمين وعضلة من العين اليسار، كمان هي عمليات خارج العين ما فيها هذا الخطر اللي كنا عم نحكي عنه بالعمليات التانية. طيب دكتور، خلينا نقول في كتير ناس بتسأل يا ترى هل في طريقة للوقاية من الإصابة بالماء البيضاء، ولا مثل ما حضرتك حكيت بالبداية البعض ممكن أو الأغلبية ممكن ينصابوا بعمر معين بما أنه هو شائع، ويمكن أكثر من 20 مليون شخص بينصاب فيه حول العالم، أو لا في طريقة للوقاية؟ هلأ هو كونه مرض مرتبط بالعمر فحينصاب الإنسان فيه، لكن في عوامل بيئية نحن بنتعرض لها بتسرع حدوث هذا المرض، خاصة الأشعة فوق البنفسجية. يعني الأشخاص اللي بيشتغلوا بالشمس فترات طويلة، ساعات طويلة من النهار، بعض أنواع المهن اللي بيتعرضوا فيها للأشعة فوق البنفسجية، مثل الأشخاص اللي بيشتغلوا بالأفران أو بتصنيع الزجاج أو بعض المهن الثانية، هدول ممكن ينصابوا بالمرض إذا تعرضوا لهي الأشعة أكثر من غيرهم. فبنقولهم أن هدول يعملوا وقاية، يلبسوا نظارات شمسية أو واقيات عينية حسب مهنتهم يلي بتعمل حجب للأشعة فوق البنفسجية، بتخفف من تطور هذا المرض عندهم. إنما بالمجمل المرض يعني بطيء، مثل ما أنه بيظهر بعد عمر 40 وبتطور تدريجياً ليوصل لمرحلة يأثر على الرؤية، فهو مرض مرتبط بالعمر. هلأ الأمراض الثانية، الأنواع الثانية اللي نسميها الساد الثانوي أو المي البيضة الثانوية، مثل ما قلنا هلأ الردود على العين بتسبب هذا المرض، لذلك تجنب الردود على العين، والإنسان يحاول ما بعض الألعاب الرياضية أو بعض المهن أنه ما يصير فيه أي رد على العين حتى ما يتشكل المي الأبيض. أكيد بعض الأدوية في المرضى لازم ينتبهوا لها، المرضى اللي عندهم مشاكل مناعية أو التهابات مفصلية بياخذوا أدوية لفترات طويلة، مثل ما قلنا المرضى اللي بياخذوا كورتيزون لفترات طويلة، هدول ممكن يعني مع بالاستشارة ما بين طبيب العيون وطبيب الأمراض المناعة أو طبيب الأمراض المفاصل اللي عم بيعالجهم يتم التنسيق بالنسبة للأدوية بحيث يخفف له الجرعة لأقل جرعة ممكنة حتى ما تسبب له ظهور المي البيضاء بوقت أبكر. طيب دكتور، لما في حال مراجعة المريض وتحدد موعد العملية، شو هي النصائح أو الإرشادات اللي بنصح فيها الطبيب للمريض بتهيئته قبل العملية وبعد العملية ضمان نجاح هي الخطوة؟ هلأ أهم شيء طبعا المريض يكون انفحص جيدا قبل العمل الجراحي، لأنه غير موضوع الماء الأبيض أحيانا فيكون أسباب تانية مؤثرة على الرؤية، مشان نطمن أنه ما في سبب تاني معيق للرؤية غير الماء الأبيض. يعني إذا عنده مرض بالشبكية صار عندنا أكثر من عامل مؤثر على الرؤية، هذا مسميه الفحوص اللي بيعملها الطبيب للمريض ليشخص المي البيضة ويتأكد أنه هي المسؤولة عن تدني الرؤية ويحدد العمل الجراحي للمريض. طبعا المريض بده تهيئة قبل العمل الجراحي، تهيئة بسيطة، إذا كان في التهابات بالعين لازم يعالج التهابات العين،
إذا في أدوية عم ياخدها بتتعارض مع التخدير مثل أحياناً المميعات الدم، بنفضل أنه نوقفها قبل العمل الجراحي. العملية بتخلى المريض للمشفى بنفس اليوم، طبعا في استشارة تخديرية من طبيب التخدير بيعملها لحتى يتأكد أنه ما في شيء عند المريض بيأثر عليه. يعني أحيانا المريض بيسعل كتير وبدنا نعمل العملية على التخدير الموضعي، إذا تسطح المريض وصار يسعل ما فينا نعمل العملية، لازم نعالج له هالسعال يلي بصدره قبل ما نعمله العملية. فهذا مسميه تحضير المريض قبل العمل الجراحي. أغلب الحالات بنعملها تحت التخدير الموضعي، لأنه مثل ما قلنا العملية صارت الحمد لله بسيطة ومدة 10 إلى 15 دقيقة. بعض الحالات بنعملها تحت التخدير العام. بعد العمل الجراحي المريض بيتخرج على البيت بنفس اليوم. في أطرات عادة بنستخدمهم يا أما بنفس اليوم لكن بعد 4 أو 6 ساعات من العمل الجراحي، أو تاني يوم صباحا المريض ببلش يستخدم الأطرات. عادة الأطرات بنستخدمهم لفترة طويلة، يعني تقريبا لمدة شهر المريض بيضل عم ياخذ الأطرات، لكن مو بنفس الدوز، يعني جرعة ببلش فيها بجرعة عالية وببلش يخففها تدريجيا مع تحسن الرؤية عند المريض وتحسن حالته. طبعا مراجعة الطبيب ضرورية. أول فترة بعد العمل الجراحي المريض أكيد لازم يتجنب الملوثات الخارجية، الغبرة، الروائح الواخذة، الستات يعني لازم تتجنب الفوت على المطبخ والتعرض لبخار الطبخ مثلا، مواد التنظيف الواخذة والروائح، الميك أب مثلا كمان ممكن أول فترة ما ينحط، الحمام بنفضل أول أسبوع ما ينزل المي والصابون على العين حتى ما تلتهب أو ترتكس العين. برا البيت ممكن يطلع المريض بعد يومين أو ثلاثة إذا كانت حالته منيحة، لكن طبعا بده يلبس نظارة واقية حتى تحميه من الهواء أو من الغبرة أو من الشمس، ويفضل نحن بنفضل أنه أسبوع يقعد المريض بالبيت ويرتاح أحسن إلا إذا كان مضطر يعني. طيب دكتور قبل ما نختم، يعني فينا نقول هيك النصيحة الأبرز اللي بتحب توجهها لكل مشاهدينا، وأهم شيء يمكن كمان توقيت إيمت لازم بشكل عام الواحد يروح يكشف على عيونه، وخصوصا كبار السن أحيانا بيستنوا لتصير الحالة متفاقمة بعدين يزوروا الطبيب. الحقيقة كثير من أمراض صرنا عم نكتشفها بوقت مبكر من خلال الفحص الدوري. أنا بعتبر الفحص الدوري يعني ثقافة لازم نعممنا عند كل مرضانا، لأنه ما ننتظر المرض لحتى يوصل مرحلة متأخرة ونروح لعند الطبيب. ما عم يحكي عن مي مرضنا تبع اليوم المي الأبيض بشكل رئيسي للمريض، هو حيحس أنه نظره عم يتراجع، حسيت نظرك عم يتراجع فورا روح لعند الطبيب. إذا قال لك الموضوع مي بيضة لا تقلق لا تتوتر، الموضوع بسيط وهو من الأمراض اللي بتتعالج، حتى أنه صنفت عملية المي البيضة يعني سحب المي البيضة وزرع العدسة على أنها أكثر عملية حسنت نوعية الحياة للإنسان، لأنه قبل كان المريض يعمى وخلص، حاليا لا المريض صار بيرجع بيشوف. يعني المريض تاني يوم المي البيضة ممكن تسبب العمى مع إهمالة، طبعا إذا تركت وما تعالجت وتحولت للون الأبيض اللي قلنا عنه صار اسمه ساد مفرط النضج يلي ممكن يتحول للمي الزرقاء أو ارتفاع ضغط العين المي السوداء يعني، وهون ساعتها بينضرب العصب عنا وبيفقد المريض رؤيته بشكل كامل. قبل كنا نشوف هالحالات لكن حاليا الحمد لله نادرا نادرا جدا ما عاد وصلنا لهي المراحل. فأكيد الفحص الدوري هو أنا بعتبره مفتاح كشف كتير من الأمراض، مثل ما أن المي البيضة لساتة أسهل من غيرها، لأنه متى ما اكتشفناها بنعمل عملية بيرجع المريض بيتحسن، لكن ممكن خلال الفحص الدوري نكتشف أمراض أصعب مثل المي الزرقاء أو ارتفاع ضغط العين، لأنه مرض صامت المريض ما بحس عليه. الفحص الدوري هو اللي بيكشف لنا هذا المرض لحتى نعالجه ونوقفه عند حده. نعم بدنا نشكرك اكيد دكتور على كل المعلومات اللي قدمت لنا اياها، وان شاء الله نكون قدمنا الفائده لكل المشاهدين. شكرا لك وبقيت نهار حلو. شكرا لكم، شكرا لك المستمعين، كل المعلومات اللي قدمت لنا اياها.